Imagine ecclesia. There's so many different things that we could pray about, but something that has been in my heart for the أمر كان على قلبي من بداية السنة دي وخلال كل اللي بيحصل في 2020 وكلنا شعرين إن إحنا داخلين في موسم جديد. الصرخة اللي على قلبي إني يا رب أنا مشتاقة لأمر جديد، وده في قلب كل الناس مسيحيين وغير مسيحيين إن في رغبة لأمر جديد. فأنا بصلي إن إحنا في الوقت ده إن إحنا نضع قلوبنا ونضع كل أفكارنا للرب ونقول له تعالى واخلق أمر فينا. فمش بس اللي أنا أختبر ده، لكن حتى أولادي وأحفادي، وإن إحنا مش بس إن إحنا نتنبأ، لكن إن إحنا نكون نبوة، إن إحنا نكون مختومين بختمه في الأمور البسيطة، لكن كمان في الأمور الكبيرة، إن إحنا نكون إجابة للعالم، لمشاكل العالم، وإنه في أصعب المشاكل نأتي بحلول، وإن إحنا نري وجهه في كل مكان بروحه، كل مكان بنروحه. لكن أنا بصلي إن إحنا في الوقت ده نأتي بتواضع أمام الرب، وإن إحنا ما نجريش، لكن نسمح له أن يسكن فينا، ونسمح له أنه ينقينا، ونسمح لي أنه يكلمنا، وأنه يتمم قلبه في داخلنا.